السلام عليكم خوتي، صحبتكم. رمضان كريم ان شاء الله. خوتي، محتوى هذا الفيديو ان شاء الله تاع اليوم هو بما يخص المنتخب الوطني، الناس اللي راها تروج في الاماكن السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي كيما الفيسبوك اليوتيوب، راه تجيب اخبار غير اكاذيب، ما غانيش عارف يحلم علم الغيب، وهذا كيقول وهذا كتقول وهذا كيقول. خوتي، بغيت نديو الصح، سمعوني مليح مليح. شوفوا خوتي، حنا في المباراة بين الكاميرون، مباراة الفاصلة اللي جات في بليدة ملعب تشاكر، هي فعلا مغشينا، كانت مؤامرة. ما نقدروش نعلم واش كانت مؤامرة بين الحاكم وإيتو سامويل، هذيك تبقى في الغيبيات خوتي، تبقى في الغيبيات، ما نعلموش علم الغيب واش صار حقيقة. صارت أفير قضية رشوة ما بين الحاكم قسامة وسامو وليطو، ولا الاتحاد الجزائري، ولا الاتحاد الدولي، الله أعلم. ولكن خوتي، باش نوضحو مليح مليح ونحطو بعض النقاط على الحروف، اللي فعلا صارت أخطاء تحكيمية تحكيمية بزاف بزاف، وكان تواطؤ في السبب لمن يعود خوتي. هو أولا خوتي إخراج المخرج نتاع المقابلة اللي جمعت بين المنتخب الكاميروني والمنتخب الجزائري، كان إخراج ضعيف ونقص الكاميرات، خاصة باش يقدروا يساعدوا حكام الفار. تخيلوا خوتي، دولة بحجم الجزائر ومنتخب بحجم الجزائر، ما عندناش كاميرات باش تساعد الحكام الوار، الطاقم الالماني اللي كان في الاستديو تاع الوار خوتي، ما قدروش يعاودوا حتى اللقطه نتاع الهدف نتاع سليماني. واش حسكو هدف حقيقي ولا ماشي حقيقي؟ من بعد كي حقوه قعدوا 3 ايام ولا 4 ايام باش قدروا يعرفوا الهدف واش كان من سليماني، كان هدف مؤكد ولا ماشي مؤكد. بصح السؤال اللي يبقى مطروح خوتي هو الضعف، ضعف الفيدرالية الجزائرية، ماشي فيدرالية قوية أخوتي، ما قدرتش تثبت نفسها باللي هي أقوى فيدرالية في إفريقيا. عندما تكون عندك فيدرالية ضعيفة، ما تقدرش تدافع عن الكرة القدم الجزائرية ولا المنتخب، منتخب بحجم المنتخب الجزائري ما يقدر يديروا لك حتى حاجة. هي في الحقيقة أخوتي الفيدراسيون دارت ميلف، كونت ميلف بعد تحليل الفيفا، راهم عاد يدرسوا فيه خوتي. بصح لكن الأدلة لازم تكون أدلة قاطعة اللي تثبت باللي حاكم قسامة تلقى رشوة من سامو وليطو. هذه خصها تكون صورة وصوت وفيديو باللي تثبت باللي الحاكم قسامة تثبت فيه رشوة. هذا دليل قاطع تماما باش نقدروا يعاودوا الماتش ولا الكاميرون تقصى وحنا نتأهلوا مباشرة. هذه نقطة واحدة. ثانيا، ولكن عندما تكون أخطاء تحكيمية الحاكم، هذا ماشي دليل قاطع خوتي. حنا هو الملف راه عند الاتحادية الدولية للفيفا، ما عاد يدرسوا فيه، مازال ما جاش الرد المباشر، مع هذا يحققوا. ولكن على حسب ما نفهم انايا، فيها خداع هنا من البيت الكروي الجزائري، وفيها خداع من بعض الاطراف الايادي فيها. نطلبوا في شهر هذا رمضان يبان الحق خوتي، كاع الشيء اللي راه يصرى الكره الجزائريه وهذا الفساد اللي راه يصرى. نطلبوا من السلطات الجزائريه باللي تدي هذه القضيه بعين الاعتبار وتحقق في اقرب وقت ممكن، لان احنا نظلمنا في بلادنا. والمنتخب الجزائري كان عنده الاحقيه والاسبقيه باش نتاهلوا لكاس العالم في قطر، لان الخدمه نتاع 4 سنين راحت بالماضي هباء ما يستاهلش. كان مدرب بمعنى الكلمة، كان عندنا جيل في المنتخب الوطني كان يستاهل باش يروح لكأس العالم، ولكن بالنسبة للأعمار تاعهم
ربي ما كتب لهمش باش يروحوا ولا باش يروحوا لكأس العالم هذا اللي كنا نستناوه بفارغ الصبر وبفرحة، لأن هذا الكأس العالمية جاي في بلاد عربية هو قطر. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. كان ظلم 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 خوتي واللي وصل الموضوع، قلت لكم خوتي مازال حتى واحد ما يعرفش هذه القضية. خوتي خطونا من الأكاذيب وخطونا من هاد الإعلانات اللي راهم يديروا في السوشيال ميديا اللي راهم يقولوا باللي كاين أدلة وكاين سكين ما كاين باللي حكم قسامة تلقى رشوة. هادي كما كانش منها خوتي، مازال حتى واحد ما راه عارف واش كاين في الملف اللي بعثتها لها فيديراسيون للفيفا. مازال حتى واحد ما علم، مازال حتى واحد ما كان حاضر معاهم واش كان هذا الملف واش فيه. خوتي اليوم عندي رسمي باللي مازال ما صرا والو ومازال ما جا حتى رد من عند الفيفا. بالنسبه لي انا خوتي المباراه لن توعد، مهما راني لابس القميص تاع المنتخب الجزائري وطني ونبغي الجزائر تاعي خوتي، وتحيي الجزائر، نبغي الجزائر وانا وطني. بصح خوتي خص ادله، ادله قاطعه، ما نبقاوش نكذبوا على الناس ونقول لهم باللي راه كاين غادي المباراه تتعاود ولا راه كاين ادله وراه كاين كذا. خطونا مع هاد الاكاذيب خوتي، وباش يكون على بالكم الحاكم قصامه راهم اختاروه باش يكون حاكم في كأس العالم في قطر، واختاروا زوج حكام من العرب، الجزائري غربال وواحد الحاكم مغربي اللي اختاروهم كحكام عرب باش يكونوا في كأس العالم هذه تاع قطر. سمعتوني خوتي، هذا هو كاع الشيء اللي بغيت نوصله لكم. وهذا الفيديو خصه يتبارطاجا خوتي، خصه يتبارطاجا، اللي عنده حرارة كجزائري خصها يتبارطاجا لكل الجزائريين باش يعرفوا واش راه كاين واش راه صاري خوتي. ما نبقاوش نكذبوا على الناس ونروجوا لهم الاكاذيب باليوتيوب خوتي. داروا الشيطان، هذا شهر رمضان، الانسان يخصه للعباده والصوم، وان شاء الله الله يجعل ربي يبان الحق يا رب العالمين، وتسقط هذه الفيدرالية هذه، وتسقط هذا الكاف اللي راه بها الفساد. والفساد حتى راه جاي حتى من الفيفا خوتي، كاين طواطئ بزاف 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 اللي راهم يشوفوا المنكر وما يهضروش عليه خوتي. واش نقول لكم؟ بارطاجيو خوتي، بارطاجيو بارطاجيو اللي كيما باش هذا الفيديو يوصل لاخواننا الجزائريين باش نضامنوا ونوفوا مع بالماضي باش يكونتيني بالمسيره تاعه باش المورال تاعه ما يطيحش خوتي. واش نقول لكم؟ صحابكم صحابكم، رمضان كريم، ميدوك الله ديما يبغيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.